استمرار لرياح الصبع على الغرب ورياح شمالية نشطة في مناطق الشرقية وأيضا حالة من عدم الاستقرار قد تكون سريعة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. بالنظر إلى خرائط سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، من الواضح أن هنالك رياح نشطة قد تؤثر على المناطق الشمالية والمناطق الغربية والجنوب غربية من المملكة بمشيئة الله. وبالنظر أيضا إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، متوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية وتكون الأجواء صافية، فيما تصل درجة الحرارة الملموسة إلى 13 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 24% وتصل سرعة الرياح إلى 10 كيلومترات في الساعة. بالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة في 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء والأربعاء متوقع أن تكون الأجواء صافية وتتراوح درجة الحرارة ما بين 26 إلى 29 درجة نهارا، إلى أن تصل من 16 إلى 20 درجة مئوية ليلا. أما فيما يخص يوم الخميس فترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتصل إلى 34 درجة مئوية وتصل إلى 21 درجة مئوية ليلا. ننتقل إلى أبرز درجات الحرارة المتوقعة في أغلب مناطق المملكة ونبدأها شمالا من سكاكا، حيث تكون الرياح نشطة مع أتربة مثارة وتكون درجة الحرارة ما بين 25 إلى 15. في عرعر متوقع أن تكون الأجواء صافية وتكون درجة الحرارة من 22 إلى 13. في تبوك هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية وتكون درجة الحرارة من 30 إلى 16 درجة مئوية. بالانتقال للمناطق الغربية نبدأها من المدينة المنورة، تكون درجة الحرارة من 34 إلى 20 درجة مئوية. في جدة تكون درجة الحرارة من 34 إلى 24. من مكة المكرمة من 38 إلى 25. في الطائف ما من 28 إلى 17 درجة مئوية. أيضا في أبها والباحة وجازان تكون درجات الحرارة متقاربة، ولكن يا زلمة ليش بتفتي؟ خلص يا زلمة احكي لي موجود. تكون درجات الحرارة متقاربة يا زلمة، شو بدك في أم الحكي الفاضي هذا؟ والله ما انا عارف. اذا ننتقل الى درجات الحراره المتوقعه في اغلب مناطق المملكه ونبداها شمالا من سكاكا، حيث تكون الرياح نشطه مع اتربه مثاره وتكون درجه الحراره من 25 الى 15. في عرعر من 22 الى 13 والاجواء صافيه. في تبوك هنالك احتمال لزخات امطار رعديه وتكون درجه الحراره من 30 الى 16. بالانتقال إلى المناطق الغربية نبدأها من المدينة المنورة، تكون درجة الحرارة من 34 إلى 20. في جدة من 34 إلى 24. في مكة المكرمة من 38 إلى 25. وفي الطائف من 28 إلى 17 درجة مئوية. الأجواء صافية في منطقة أبها من 25 إلى 11 درجة، في الباحة من 23 إلى 14، وفي جازان من 34 إلى 27 درجة مئوية. في الدمام متوقع أن تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة من 25 إلى 16. في حفر الباطن من 26 إلى 14. وفي الإحساء متوقع أن تكون رياح نشطة مع أتربة مثارة ودرجة الحرارة من 27 إلى 16 درجة مئوية. أيضا في العاصمة الرياض متوقع أن تكون درجة الحرارة من 26 إلى 16. في بريدة من 24 إلى 16. وفي حائل أيضا من 25 إلى 15. كانت هذه أبرز التحديثات الجوية، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله.